يقول لك التغيير للمناخ climate change. اليوم شيء مهم، قاعد تشوفين الفيضانات، قاعد تشوفين خلينا نقول الأمطار، الزلازل، كل هذه الأمور يقول لك متعلقة في يعني بالإنسان. الإنسان هو اللي قاعد يضر طبعا. هذا خلينا نقول التغير المناخي. بس يعني عندنا خبراء هني هم اللي راح يوضحون لنا هذه الأمور صحيح. أكثر. فاليوم نرحب بالأستاذ عيسى رمضان، خبير الأرصاد الجوية، حياك الله. حياك الله، يسلمك، ومساك الله الله بالخير. حياكم. وعندنا الدكتور ريم العوضي، عضو هيئة التدريس في قسم علوم الأرض والبيئة بجامعة الكويت، حياك الله. الله يحييكم، نورتونا في ديوانيتنا نقول. اي والله. اليوم والمهندسة نعم. مريم السعد، المؤسس لمنظمة المناخ، حياك الله. الله يحييك، حياكم الله جميعا. وابدا معك استاذنا الكبير. اذكر من زمان بالثمانينات بالتسعينات كان شهر اكتوبر اللي احنا فيه حاليا وايد ابرد من الحين. صحيح. فشنو التغيير او شنو سبب هذا التغيير المناخي اللي احنا قاعد نشوفه؟ يعني سمعنا عن الاحتباس الحراري وقاعد نشوفه ياثر على العالم كله، لكن هل هذا هو فقط السبب الحقيقي لدفء الجو اللي احنا قاعد نعيشه الفتره هذه؟ احنا شوف، في عده اسباب كثيره، منها اسباب طبيعيه واسباب بشريه. نعم. من زياده التلوث اللي حصل، خلينا نقول اقل من قرنين، اللي حصل من الثوره الصناعيه، من ايام انبعاثات الكربونيه من الفحم الحجري بالاول، بعدها النفط والبترول وغيره، وغير ان الناس بدات تزداد في العالم بشكل كبير، ففي كثير من استخدام الخشب، من استخدام حرق الغابات. نعم. عندنا كذلك غير اللي هي الاثار الطبيعيه من البراكين، ويعني اثار اخرى تكون يمكن غير معروفه حتى الان، حتى من نفاذ اشياء كثيره من باطن الارض، هذه راح تاثر. زياده الثروه الحيوانيه، انبعاث منها غاز الميثان مثلا، الثروه البقريه، وكثير من الطلبات موجوده على اللحم بشكل خاص في دول العالم. فهذه واحده من الامور اللي حتى في بعض اللي هم ضد يعني زياده الثروه الحيوانيه خاصه الابقار، اللي هم يقول لك ان هذه من الاسباب الرئيسيه لتغير المناخ. هناك في زحف للفصول واضح في السنوات الاخيره، حسينا في السنه اللي طافت بعد يمكن بشكل اكثر، وخاصه ان الصيف قاعد ياخذ جزء من فصل الخريف، وفصل الخريف قاعد يمتد ويدخل الى فصل الشتاء، وهذا انا سميته زحف الفصول، يعني زحف فصل يزحف على فصل. فنلاحظ الان مثلا شهر 12 قبل شهر 11 كان عندنا فصل اخر شهر 11 فصل الشتاء المربعانيه تبتدئ في 23 في الجزيره العربيه، في المملكه العربيه السعوديه. شكله الشتاء هذا شهر 12 بيكون ولا تقريبا هي شهر 12 حتى نص 12 يمكن البرد للشتاء يعني خلينا نقول الشتاء شهر 12. فهذا الزحف هذا واضح في السنوات الاخيره مثل ما قلت لك بسبب تغيرات المناخ وظاهره الاحتباس الحراري اللي بدات تغير فيها الطقس بشكل عام. حلو. وكذلك اللي هي زياده العنف، العواصف وغيرها اللي موجوده. صحيح. دكتور ريم، خلينا نتكلم عن الاحصائيات، خلينا نقول نسبه التلوث. عندنا تلوث اول شيء. طبعا في تلوث في الكويت، عندنا عده جوانب للتلوث. احنا نطالع تلوث من ثلاث جوانب، اللي هو تلوث الهواء، تلوث المياه، وتلوث التربه. فاذا ناخذ كل جانب، طبعا احنا بكل الجوانب في بعض المؤشرات قاعده تتحسن، وفي بعض المؤشرات للاسف في الانحدار. مثل ما تكلم الاستاذ عيسى رمضان، المؤشر التلوث اللي هو مو تلوث اللي هو التغير المناخي للاسف في ازدياد، ويقابله في نفس الوقت زياده الانبعاثات لتلوث الهواء. يعني اعطيك مثال كبير، وهذا صرحت فيه المحكمة الدستورية، ان ام الهيمان مثلا غير صالحة للسكن. يعني غير، يعني هذا اشوف اكبر محكمة في دولة الكويت تعطيك هذا التصريح. فانت تحس بالمقابل لازم يكون في استجابة سريعة لمثل هذه المؤشرات الخطرة. تلاحظ دكتورة، يعني احنا ديرتنا ترى ديرة نفطية. صحيح. فبالاخير احنا ما راح يعني ما راح نتخلص منه، او ما راح نوقف هذا طبعا هو في اليوم لازم نصلح ونعدل. صح. طبعا هو جزء من حل التغير المناخي والانبعاثات، ان احنا هو لا شك ان النفط هو اكبر ثروه واكبر نعمه موجوده في الكويت. لكن احنا مو الهدف ان احنا نترك النفط 100%، او انه مثل ما نقول نتجه 100% الى مثلا الطاقه البديله. لا، الهدف ان احنا نخلي النفط قد ما نقدر تحت الارض،
لانه هو لا شك انه هو ثوره، وللحين الدول المتقدمه للحين تطلبه. صحيح. حتى لو هم قاعد يتجهون الى الطاقه المتجدده والطاقه الخضراء، ما لهم غير النفط يعتبر مصدر أكيد. اساسي أكيد. يعني بس الهدف ان احنا نخليه تحت الارض لاكبر زمن ممكن للاجيال القادمه. فجزء من هذه المشكله ان احنا نحلها راح نقلل، اذا احنا اتجهنا جزء وحولنا الاقتصاد الى الاقتصاد متنوع الدخل، بمعنى ان احنا ما نركز على اقتصاد احادي فقط يعتمد 100% على اللي هو الوقود الاحفوري والغاز الطبيعي. فاذا احنا نوعنا الاقتصاد من هذه الناحيه حلينا عده مشاكل بيئيه، قللنا تلوث اللي هي الانبعاثات اللي هي مثل ثاني اكسيد الكربون، او زدنا او نزيد الغطاء الاخضر اللي يعني هذه ايضا حلول اخرى ثانويه وليست اوليه. الحلول الاوليه ان احنا ننوع الاقتصاد، نقلل الانبعاثات، وهذا راح يساعدنا ان نتجه الى السيارات الكهربائيه متى ما احنا حطينا منشآت مثل عندنا الشقايه الحين نموذج ممتاز لانتاج الطاقه الشمسيه. فهذا احد الحلول ان احنا نتجه ننوع الاقتصاد وايضا نقلل الانبعاثات اللي هي ملوثات الهواء. راح تكون نسبه التغيير كبيره لو سوينا هذا الشيء ولا محدوده فقط هي حلول؟ بالطبع في دراسات تثبت ان لما احنا ننتج الطاقه هي طاقه نظيفه من الاشعه الشمسيه او طاقه الرياح، لما احول حق السيارات الكهربائيه شفتوا هذا الخط اللي تطلعون بالنهار الصبح وتشوفون مثل طبقه رماديه او بنيه. صح. هذه كلها من انبعاثات السيارات لان الناس طالعين الدوامات نفس الوقت، فتخيلوا شاحنات عدد السيارات في الكويت يفوق عدد الناس. هناك 4 ملايين سياره بالمقابل كم عدد الكويتيين. صحيح. مهندسة مريم، بالمقابل لكم دور جدا توعوي في من خلال مؤسستكم اللي انتم المعنية نقول بالمناخ اللي اسستوها، خلينا نتكلم عن اهداف هذه المؤسسة ونعرف المشاهدين عنها اكثر. اي، منظمة المناخ هي منظمة غير ربحية شبابية كويتية مرخصة هني. هدفنا الاساسي هو نشر الوعي عن اثار التغير المناخي، عن الاستدامة هني في الكويت، وخصوصا من خلال الابحاث، من خلال التعليم والمشاركة المجتمعية. وايضا نبي نحاول ان نخلق ثقافه ايجابيه بيئيه عند الشباب، لان وايد عندنا من الكويت ثقافه الانا وثقافه الاستهلاك وثقافه ان ليش الواحد يفكر مثلا بالبيئه، في عندنا مشاكل ثانيه. فاحنا نحاول ان نركز على ان لا، انت كشخص في هالمجتمع عندك دور تلعبه، وايضا ممكن يكون هذا الشيء يفيدك انت ان تكون عايش في بيئه صحيه، بيئه خاليه من الـ من الـ من الـ من التلوث، بيئه تفيدك انت وتفيد غيرك ايضا. فهدفنا الاساسي ان نوعي الشباب في الكويت عن هذا الموضوع. بس في توعيه الحين صح؟ في شوي يعني صار واعي، خلينا نقول خاصه الشباب والجامعه صح ولا لا؟ اي، يعني احنا غالبا نشتغل مع الفئه العمريه هذه من 14 لل 35 نقول. ووايد ناس يعني عندهم هالتعطش ان هم يدرون ان في مشكله، يدرون ان في اشياء سلبيه قاعد تصير في بيئتهم. وخاصه يعني الحين في توجه عند الشباب الكويتي ان هم مثلا وايد منهم يدرسون برا، يكتسبون معلومات من برا ويردون هنا يشوفون احنا ليش ما عندنا مثلا ليش ما عندنا مثلا ثقافه الريسايكلينج، ليش ما احنا عندنا مثلا مدن نقدر احنا نمشي فيها الووكبل سيتيز. فيشوفون ان فيها الاشياء ناقصه، فيبدون انه يدورون عن هالاجوبه، احنا ليش احنا ما عندنا هالشيء. ف احنا دورنا ان نحاول ان نفهمهم ان ليش مثلا هالاشياء ناقصه، شنو انت تقدر تسوي بالمجتمع. دكتوره، بالمقابل غير نقول المنشآت النفطيه اللي قاعد تسبب هذا التلوث، شنو ابرز الامور الاخرى او نقول انواع التلوث الاخرى اللي نعاني منها بالكويت؟ طبعا النوع الاخر من التلوث اللي هو تلوث المياه البحريه، لازم نتكلم عن هذا الشيء. يعني نشوف تجاوزات كثيره من طبعا الشركات النفطيه، شركات الصناعات المختلفه، حتى الافراد للاسف. يعني الانتهاكات تكون من رمي المخلفات البلاستيكيه بعد حتى الطراريد بالضبط، والصيد الجائر، الصيد المخالف اللي جون الكويت يعتبر من يعني الحاضنات المهمه. صح. اللي في الخليج العربي، لانه تنتج اسماك خاصه في الخليج العربي. صحيح. مو موجوده في اي مكان ثاني، مثلا حتى الجزيره قاعده تتاكل ترى. بالضبط، عندك الجزر قاعد تتاكل مثل الكبر ومثل يعني جارو، كلهم قاعد يتاكلون من المرجان، راح كله هذا. بالضبط، المرجان طبعا هو احد الكائنات اللي تعطيك مثل مؤشر هل هذه البيئه البحريه
صحية أم أنها قاعد تتعرض إلى تلوث مستمر وتدهور مستمر. فهني ني دور الرقابة، يعني هني ني أوكي نحط الاشتراطات والقوانين على المنشآت والقطاع الصناعي، هذا دور الرقابة على مستوى المؤسسات والشركات، ولازم يكون دور رقابي على مستوى الأفراد، هذا دور الهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة. ونشوف هني نفس ما ذكرت أختي مريم دور الوعي، يعني أنت قاعد تخلق جيل، فالجيل لازم نركز على اللي هم صغار السن. هذا ارتباط الإنسان مع بيئته الطبيعية جدا مهم، يعني هو تشوف الإنسان البيئي اللي نخلق إنسان بيئي دائما ترجع على حياته إنه كان عنده ارتباط عاطفي مع بيئته الطبيعية، سواء من أهله جدانه تربيته، كانت دائما على تربية بيئية سليمة من هو صغير، فهو لما يكبر طبيعي راح يكون إنسان بيئي نسميه، يعني باي بالفطرة إنسان بيئي. في ناس ما تربت على هالفطرة، فأنت لازم تحط مجهود أكثر في تغيير هذه السلوكات السلبية. وهني أيضا مو بس نركز مثلا على الكويتيين، لا، لأن إحنا 70% من تركيبة السكانية غير كويتيين، ثقافات مختلفة، لغات مختلفة، يعني لا يعرفون، لا يفقهون باللغة الإنجليزية ولا العربية. فأنت شلون تركز بس على مثلا جانب واحد في المدارس، مثلا مدارس الكويت، وتهمل 70% من تركيبة السكانية اللي جاي لك من مختلف الثقافات. فهني دور التوعية، يعني أنا ما أعطي تأشيرة الدخول إلا من لما ياخذ تعوية في القوانين، سواء قوانين البيئية أي نوع من أنواع القوانين. هني أنت تخلق حواجز لعدم الانتهاكات هذه المختلفة اللي تصير. إحنا نشوفها يعني يوميا، ظاهرة رمي المخلفات، اللامبالاة، هذه كلها في هناك يعني وسائل متعددة عشان نواجه هذه المشكلة. حلو، إذا كذي عيل دور شو اسمه مريم، مهندسة مريم، فأكيد يعني ليش دور، يعني إحنا نحتاج ترى حتى الطفل اليوم حتى يعني ودنا إحنا حتى بالتعليم من الروضة في مادة لغاية الجامعة هو يدرس بيئة. صح والله، فإحنا المفروض هذا، فعندكم دور حق مع الأطفال ولا لا؟ إيه فعلا، إحنا المنظمة الوحيدة اللي في الكويت اللي تحت دائرة الأطفال والشباب للأمم المتحدة مع اتفاقية الأمم المتحدة لإطار التغير المناخي. فهذا الدور، يعني دورنا في توعية الشباب والأطفال أيضا كبير، نحضر إيفنتات في المدارس، يعني حتى الأسبوع اللي طاف كنا رايحين إحدى المدارس هنا بالكويت واشتغلنا مع أطفال يعني عمر تقريبا 10 سنين، وما شاء الله يعني عندهم هذا الحس، إنه حتى كان في منهم إنه يقولون والله أنا أبي أبني مدينة فوق الجبل. قلت لهم زين أنتم هنا بالكويت وين في جبل؟ فيعني عندهم هذا الحس إنه هم مثلا ما عندهم المعلومات الكافية، لكن ودهم إنه يتعلمون. فإحنا دورنا مع الأطفال، دورنا مع الشباب، حتى مع الأشخاص يعني اللي خارج هذه الفئات، يعني نحاول إن حتى أنا أشوف حتى عيالي، يعني كان الأسبوع اللي طاف ترى عندهم أسبوع التخضير، إيه ولابسين أخضر، يعني زين في شوية اهتمام من ممكن عقب أيضا غير التربية البيئية، لازم إحنا نستغل الحين التكنولوجيا اللي قاعد تدخل في الذكاء الاصطناعي. يعني الحين الذكاء الاصطناعي بدال مثلا ما أنا أعتمد على الشرطة البيئية وأحط لي موارد بشرية ما أقدر أنشرهم في كل الكويت عشان يراقبون مثلا المخالفات، في كاميرات استشعار تعمل على الذكاء الاصطناعي، كاميرات المراقبة، هذه كلها وسائل تكنولوجية أنا أقدر أوفر علي، والمخالفة إلكترونيا توصل حق المخالف. وهذه خطوة جدا مهمة لازم إحنا نستغلها، إن نواكب التكنولوجيا المختلفة وندخل الذكاء الاصطناعي في إطار البيئي. صح. والمجال. صح. البيئي. نعم أستاذ عيسى، بالمقابل لو نتكلم أكثر عن مخاطر الاحتباس الحراري، هل إحنا فعلا نقول معرضين بشكل مباشر وكبير لهذه الظاهرة، أم إن إحنا شوي بعيد عنها وممكن نكون في مأمن لتبعات هذا الانحباس؟ ماكو أحد بمؤمن من تغيرات مناخ، خلاص نعم. احنا بدينا في مرحلة جديدة كما العالم صرحت نعم. العالم كله صحيح. ما في مؤمن، بس فقط بعقب على أيوة قانون البيئي. القانون البيئي، هناك قانون بيئي اللي هو 48 أو 47 لعام 2014 نعم. المعدل لعام 2015. هذا القانون البيئي يلزم ترى في قوانين كثيرة المفروض يعرفونها، كذلك الكل يطلع عليها، في ترى عليها كثير من الغرامات الكبيرة. صحيح. لكل من تسوي العيدة أن يدمر البيئة، سواء البحري في البحر أو في البر. صح. أو في الهواء، فهني لازم يتم تطبيق، فإحنا تطبيق القوانين هذا إحنا اللي نتمنى، كذلك تكون ضبطيات قضائية أساسا، بس أساسا عقب أن عندنا قانون بيئي قوي رادع من 2014، بس هل طبقنا؟
هل هيئة البيئة أو مثلا شرطة البيئة تطبق بحذافيرها هني، بس احنا ودنا نطبق هذا الشيء ونعلم كذلك من خلال وسائل الإعلام والسوشيال ميديا ننشر هذا الشيء. كذلك نرجع حق سؤالك والجواب على هذا الشيء، ما احنا يعني بخير مدام ان احنا ما نبدأ من الآن نغير من سلوكياتنا ومن كذلك تخفيفنا لهذه الانبعاثات. احنا نقدر، ترى الإنسان عنده الحلول ولكن احيانا يتغاضى عن هذه الحلول ولا يتجه انه يقول لا خلنا نبدا اليوم. لان انا اذكر من حضوري لهذه المؤتمرات اللي هي المناخيه في الامم المتحده، يعني من حتى من كيوتو 97 انا حضرت من 2011 هذه المؤتمرات اللي هي العالميه الى تقريبا اتفاق باريس، واتفاق باريس ينص على 29 ماده منها أكثر المواد من الأولى إلى تقريبا خلينا نقول حتى 15 يمكن أكثر هذيلا تخفيف الانبعاثات، تخفيف الانبعاثات كيف يتم على كذلك محاربة اللي هي الظواهر الجوية العنيفة. ففي هناك الآن العام الماضي في شرم الشيخ في صندوق اللي هو تعويض عن الأضرار اللي هي بسبب تغيرات المناخ، هذه نقدر نستغلها بالكويت. فتغير المناخ الآن مثل درجات الحرارة حتى المحميات حتى المحميات صار عندنا، يعني في المحميات وقاعد تكلم. لا عندنا محميات كثيرة يعني أنا كذلك كوني لجنة اللي هو التصحر حتى الآن أنا عضو في لجنة التصحر، دائما إحنا نقرأ كم للمحميات الطبيعية اللي موجودة بالكويت، والحمد لله إحنا يعني زادت عن 14% من المساحة الكلية بالكويت، بس إحنا شلون نهتم فيها وشلون نحافظ عليها ولا نخلي أحد يدخلها أساس المصلحة العامة. إحنا شنو مشكلتنا قاعد نواجه الحين؟ الحرارة، ارتفاع الحرارة من عام 1962 إلى 2000 تقريبا فقط كان 50 درجة توصل، ترى 18 يوم وصلت كل هالسنوات اللي كانوا يقولون حر وحر، ولكن من 2000 إلى تقريبا 23 إحنا تقريبا فوق 80 يوم عندنا 50 درجة قياسيات فوق ال 50 وسجلنا أعلى درجة حرارة في آسيا اللي هو تقريبا 54 في مطربة، مو بدأ مدينة الكويت في مطربة، حتى أبو أحمد حتى أوروبا الشمس هناك ما يعني أوروبا ترى تحرق ها شنو واحد مقرب صوبك شل الفرق هم دائما يسألون إحنا جاف ترى جوهم أهم شوف أول شيء عندهم ارتفاعات إذا أنت تحس في الشمس تحرق أكثر الشمس ماكو وقت ما تكون على الجبال والجو يكون نظيف فتنفذ. إحنا عندنا الغبار والغبار العالق هذا كثير ما يعكس، ولا تنسى خطوط العرض اللي تختلف هم نفس الشيء تلعب دور. فأنت لما تروح على الجبل جو نقي تتنفس أكسجين 21.4 إحنا هني 19 تقريبا، يمكن الدكتورة تصلح لنا نسبة الأكسجين اللي إحنا عندنا غير زيادة الأوزون، نسب الأوزون أنا كنت أقيسها في إدارة الأرصاد نقيس الأوزون عشان كذي نحس إحنا بال، فإحنا قادمين إلى تغير وارتفاع ملحوظ. إحنا الآن قمنا نشوف إن الحرارة ما إحنا قادرين ترى نقللها، لأن مثل ما يعني ذكرت منظمة الأرصاد الجوية العالمية للأرصاد وكذلك اليو إن إف تريبل سي إن إحنا الآن وصلنا لمرحلة ما نقدر لا عودة إن نخفف حسب. أحمد ليش ما نخفف لحظة؟ نقدر نخفف. ليش؟ كورونا مثال. أيوة هذه أكثر. صح ولا لا؟ كورونا ما كنا نطلع بالسيارات ولا شيء. النقل الجماعي. زين الجو ليش شهر ستة وهو نقعد إحنا برا؟ شلون شفت تذكر ذيك السنة؟ شلون مثل ما تكلمت عن هو الخط الانفيرجن. وقلت الضيائر ولا كله. إحنا ما نقدر نوقف هذا الشيء. شلون يعني نقعد ببيوتنا؟ يا نرد على الجمل ولا. ما نقدر نقعد ببيوتنا لا. قص الضيائر. لا في حلول ثانية، في حلول مثلاً الحين عندنا مصانع زين وعندنا كثير من الفليرز اللي هي الشعلات اللي تشوفونها على مصافي النفط الموجودة، ترى نقدر نغيرها، نقدر نستغل الغاز، نقدر مثل ما قلت اللي هو تحويلها إلى غاز مفيد لنا. أبو أحمد لو بتتكلم عن الكربون كابتشر البرنامج والله يعني ترى لا مثل ما قلت لك ترى في مواضيع كثيرة والله احنا لا على الأقل الحلول صعوبة. تمس المواطن صح. احتاج الحلول اللي تمس المواطن. دكتورة برايت شنو أهم الحلول اللي احنا كمواطنين نعيشها بشكل يومي ممكن نمارسها وتحسن لنا الظروف هذه؟ هو من خلال التشريع، يعني احنا بدون سياسة بيئية واضحة حياة المواطن اليومية أنا إذا ما عندي هيكل يساعدني عشان أغير سلوكي ما راح أقدر أغير سلوكي بروحي، مثل إعادة التدوير. نعم صح، أنا أقدر كمواطن أقوم بإعادة التدوير لكن ما عندي منشأة لإعادة التدوير، فتي تأخذ البلدية حتى لو أنا فرست النفايات راح تي تأخذ لها البلدية وتخلطها مرة ثانية بالمردم.
فهذا أنا غيرت سلوكي، سلوك صديق للبيئة، لكن الهيكل اللي موجود، الهيكل من الهيكل المؤسسي، الهيكل المجتمعي ما يساعدني أن أنا أغير سلوكي. فالأساس التشريع وتغيير السياسات البيئية، وهذا يصير عن طريق المطالبات الشعبية. يعني نشوف إحنا النواب قوانين، نشوف النواب يتسابقون في مثلا أمور نشوفها، يعني مثل من يعني قشور الأشياء مثلا، يعني مثلا خلينا نقول قانون منع الاختلاط مثلا، هذا يعتبر شيء ثانوي. زين ليش ما نشوف مطالبات نيابية مثلا، تصريح من تصريح كبير مثل أن منطقة كبيرة في الكويت غير مؤهلة، أن المفروض نشوف يعني استجابة سريعة من النواب لمعالجة هذا الشيء. فهذا شيء اساسي. انا بس عشان في الحين قاموا النواب شوي قاموا يعني يتكلمون في الجانب البيئي، بس شوي مو بالشكل المطلوب لتغيير تفعيل. مثلا مريم ذكرت المشاة، يعني هذا يعتبر مطلب اساسي. انا عندي رصيف للمشاة، نشوف السياره استحوذت على شنو، على فرجاننا، صارت الاولويه للسياره، لا ان مصفط حق السياره، ان الانسان ان الزراعه شيء ثانوي، لا ما تحط حديقه، صار الاولويه اصفط سيارتي. فنلاحظ هذا صح. يعني هذه تاثر على الصحه النفسيه ايضا. يعني انت لما تطلع من الدوام في الزحمه، هواء ملوث، ما في مكان امشي، الغطاء النباتي قاعد يدهور سنه عن سنه. للاسف لاحظنا هذا الصيف كارثه، كارثه موت الأشجار في الكويت 100% بسبب إهمال. ما يلام مع هالجو هذا، حتى لو تسقينه والله للأسف ما كان الجو، كان إهمال في عملية اللي هي الري. الري الري إيه هذا هو. حتى لو في ري، يعني حتى لو في شخص بحديقة البيت يكون في ري، لكن الظل الحرارة قاعدة يعني نقول تحرق النباتات. فإحنا طرق بديلة، يعني في نباتات فطرية في البيئة الصحراوية تتكيف. فأيضا نظرتنا لاستخدام مثلا الحشيش ترى ما ينفع في الكويت، يعني غير مستدام. وحتى الحشيش في الصناعي معين غير مستدام بالضبط. فإحنا نركز على النباتات الفطرية المحلية اللي هي من البيئة الكويتية. حتى الأشجار مثلا تكون أشجار محلية، ما يصير نزرع أشجار لا تتحمل حرارة. بالضبط. بالنسبة للثمات تفضلتم، بالنسبة للماء الحرارة فعلا حرارة، ولكن هناك أشجار تتحمل جو، تتحمل وما تنسقي مثل السدر وغيره. ولكن هم لازم الري في فترة الصيف لا. وفي 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 شيء بعد ينزرع، حتى نسيت اسمه، عند البحر هو اللي يسحب الكربون، شو اسمه عندك اللي هو اللبخ، مانجروف. شو المانجروف؟ خل اقول بس معلومه عن المانجروف. المانجروف احنا اجواءنا، وعلميا احنا الكويت لسنا بمنطقه كان فيها المانجروف مثل ما كان ما فيها. ايوه صح. ولكن انا عندي اثبات على هذا الشيء. هناك بعض المانجروفز اللي هي وضعها الله يرحمه الشيخ سالم الصباح، الله يرحمه، على يعني بالثمانينيات، وذكرها لي واحد احد الضباط يوم جينا زرعنا المانجروف عند جسر بوبيان. فكان في خمس عند اليال، فكانوا خمس مانجروفات مزروعه فقط عند الاشجار عند اللي هو الجسر. فقال لي الضابط، قال انا يوم كنت ما ادري يمكن اعتقد ملازم او المهم، يقول ابنها من الامارات العربيه المتحده، وقدمها الشيخ زايد الشيخ سالم الله يرحمهم. ف يقول زرعناهم، قلت له وينهم؟ كان يراويني اياهم، ولا هذين الحين هالرفع. فانا اقول ان المانجروف ليش موجودين في محمية الجهرة موجودين؟ صح. وترى يعني ليش الاسباب؟ الاسباب انا قاعد اقول ان احنا في عندنا درجات حراره متقلبه متفاوته. صحيح. فانخفاض الحراره، المانجروف يحتاج الى مياه دافئه، فلما تزرعها في مياه توصل درجه حرارتها اقل من العشرين احيانا عند الساحل تتاثر. انا قاعد اقول عن زراعه اشجار معمرة في الكويت، نقدر نزرعها في المناطق الصحراوية ونزرع كذلك لا بأس، ولكن ندور اللي هي تتحمل درجات حرارة منخفضة موجودة في بعض دول العالم، نختار اللي هي الأنسب حقنا، لأن المانجروف موجود فقط ترى من جنوب منطقة البحرين قطر عفوا إلى الإمارات وعمان، أي هذا إلى المعروفين فيها مو الكويت. مهندسة مريم، نبي منك يعني خلينا نقول الحين وصلنا حق الختام، ولكن نبي منك دوركم وشنو القادم إن شاء الله في دوركم ك نقول الحلقات التوعوية الورش هالأمور هذه. إحنا حاليا عندنا كذا برنامج تعليمي لنهاية السنة تقريبا شغالين عليهم. عندنا برنامج إن شاء الله مع شباب
برنامج تدريبي وتعليمي أيضا، نوفر لهم كورس مجاني تعليمي عن تغير مناخي، عن الاستدامة، وغالبهم يعني غالبية الشباب اللي مشاركين معنا طلاب في جامعة الكويت، طلاب من أغلب الجامعات اللي عندنا في الكويت، وأيضا نعطيهم فرصة تدريبية ووظيفية أنهم يشتغلون معنا إحنا هني في الكويت كمنظمة المناخ، يعني نوريهم شلون يعني شلون هني طبيعة الحال عندنا هني، شنو الصعوبات اللي ممكن يواجهونها ده هم يبون يشتغلون بهالمجال، وشلون ممكن هم يعني يشوفون ان الايجابيات ايضا، يشوفون ان هم شلون ممكن يبدعون في المستقبل، وين اي وظيفه مثلا ممكن تناسبهم اكثر كمختصين بيئيين، لان حاليا ما في اي جهات قاعد توفر هذا النوع من الاكتيفيتيز. يعني انه شوفي ترى حتى الفريق التطوعي له دور، ومره انا بطلت يعني قلت لهم ابي فريق تطوعي حق البيئه، يولي ما شاء الله في خلال أقل من أسبوع 100 شخص ما شاء الله موجودين وعندي حابين هالشيء. إحنا تقريبا يعني شوفي هذا بس أنا نزلت إعلان، لو إحنا إحنا تقريبا 300 شخص سجلوا حق البرنامج اللي بنسوي الأسبوع الجاي، وكلهم شباب ومن أغلى يعني مو بس كويتيين أيضا غير كويتيين، ويعني في هذا مثل ما قلت تعطش حق في وعي الفرص، وإحنا نحتاج أكثر وأكثر أكثر. بس مهم سمريم اللي حاب ينضم للمنظمة شلون الطريقة، وين التسجيل؟ ممكن يكلمونا من خلال منصات التواصل. احنا موجودين @المناخ KW، وعندنا موقع ايضا هم المناخ KW.org، وممكن يتواصلون معنا من خلال الايميل. يعني احنا وايد نشجع على التطوع وعلى اي فرص، يعني انه هم مثلا ممكن يسوون ابحاث معنا، ممكن يعني احنا غالبا نشتغل ايضا مع منظمات هني بالكويت ثانية غير ربحية، نبي ان الشباب يشتغلون معنا، نبي نوفر لهم فرص ان يشوفون يعني شلون ممكن انهم يفيدون دولتهم ايضا في الموضوع. حلو. دكتور نبي بس عشان الختام وصلنا بس سؤال الحين، ليش يقول لك المناطق في منطقه فلانيه فيها تلوث، المنطقه فيها تلوث، شلون احنا نحسب هذه الاحصائيات؟ طبعا عده مؤشرات، نشوف مؤشرات البيئيه في المناطق المختلفه. مثلا معروف في الكويت منطقه الجليد للشيوخ للاسف منطقة مستويات التلوث فيها مرتفعة، وهذا كله يرجع سوء إدارة يعني الصرف الصحي، المخلفات الصلبة ما فيها يعني، وطبعا هي الكثافة فيها كثافة سكانية يعني تفوق القدرة قدرة البيئة هناك على أنها تمتص هذه الملوثات. صحيح. وطبعا في مؤشرات أخرى حتى مناطق داخلية في يعني مثلا ما بيقول بس في المناطق يعني مثلا المناطق القريبة من المنشآت النفطية ندري أنها هي تعاني من مستويات أعلى في التلوث. نعم. كل ما احنا زدنا الرقعة الخضراء اللي هي المساحات الخضراء، الحدائق العامة، توفير أرصفة للمشاة، نخلق بيئة صحية سليمة حق مو بس المواطنين غير المقيمين أن يمارسون حياتهم بشكل صحي ومستدام، فإحنا نوفر لهم البيئة الطبيعية، فهذه الممارسات بعدين تأتي مع تغيير الهيكل العام لتخطيط المدن. يعني هذا جدا من أساسيات خلق المدن الصحية المستدامة. نعم. وضع هذه الأمور في عين أستاذ عيسى، الفيضانات، الزلازل، إحنا لأي مدى معرضين لهذه الأمور؟ أكيد إحنا معرضين للفيضانات، أنا ما بكون سلبي، دائما يقولوا لي أنت مرات لا إحنا نقول حقائق. صحيح. إحنا قاعدين نشوفها من خبرتنا، من كذلك التنبؤات العددية اللي سويناها هذيل تبين أن السنوات القادمة في عندنا مثلا من سنة 23 إلى 27 في سنوات تكون عندنا أمطار غزيرة أحيانا. نعم. أصلي يعني بالأمطار الغزيرة تكون على يوم واحد تزيد كمياتها عند 60 اللي إحنا ما تتحمل مجال يصرف الأمطار عندنا، راح تأثر على البنية التحتية وغير، فنحط بالنا ونصلح مثلا شوارعنا، نصلح حتى قضية بيوتنا، كذلك قادمين إلى ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، هل راح نوفر قدر كافي من الطاقة الكهربائية؟ فلازم نتجه للطاقات البديلة على بيوتنا مثل الطاقة الشمسية غير، لأن احنا ما نقدر نعيش ما نقدر نعيش في بيوتنا ساعتين إذا طفت الكهرباء. صحيح. فاحنا أنا مو بس قضية إن أنا بقول إن في هناك مخاطر كثيرة من تغير المناخ. صح. علينا. صح. ولكن يجب أن نبدأ من الآن من أساس إحنا نغير من أسلوب حياتنا. أكيد. بالنسبة للبيئة وغيرها، وكذلك اللي هو التكيف مع هالتغيرات المناخ. جواك الله أستاذ عيسى رمضان خبير الأرصاد الجوية. حي. ودكتور ريم العوضي عضو هيئة التدريس في قسم علوم الأرض والبيئة بجامعة الكويت، والمهندسة مريم سعد مؤسس لمنظمة المناخ، حياكم الله ومشكورين. شكرا على حضوركم اليوم، ومشاهدينا نطلع فاصل صغير وبعدها إن شاء الله راح نتكلم عن مواضيع أخرى أيضا تخص البيئة.